احسن فيديو. اذا نطلع هون في عندي اربعه الكتروماجنتيك برينسيبلز مهمين جدا، حكينا عن اثنين منهم، رح نحكي عن اثنين ثانيين اليوم. اذا عندي فور برينسيبلز، الأول اللي حكينا عنه اللي هو كان أمفيرز لو. وأمفيرز لو بقول إنه إذا عندي، إذا كان في عندي كارنت كارينج واير راح يعمل ماجنتيك فيلد حوالين H WL راح يعطيني I أو I net. بإمكانك مثلا تفكر فيه، لو عندي سلك والسلك هذا مار فيه تيار، إيش راح يتكون حواليه حسب قاعدة اليد اليمنى؟ راح يتكون H. لو اخذت H هذا وضربته في DL وعملت انتجريشن حوالين هاي، طبعا لازم تكون كلوز، راح يعطيني النت كارنت اللي ماشي في هذا السلك. ونفس الشيء احنا استخدمناه، ولو هذا عندي هون كونستنت شو بقدر اطلع برا؟ بعد ما عملت انتجريشن راح تصير عندي هاي H في LC بتساوي I، هاو الماجنتوموتيف فورس هون كانت عندنا بهذيك الحاله اللي هي النت كارنت، فاعطاني H بتساوي الماجنتوموتيف فورس اللي منها طلعنا احنا H كانت تساوي الماجنتوموتيف فورس على الز، واللي هي صارت وحدتها امبيرز بير متر. مضبوط، طلع معي هذا القانون، هذا يقول لي امبيرز لو. هلا اللي حكينا عنه هلا اللي هو فاراديز لو او فاراداي لينزز لو، اللي هو تايم تشينجينج ماجنتيك فيلد او اللينكج، يعني عمالنا بنغير اللينكج، induces a voltage. واللي هو فاراداي لينزز لو. هلا الثالث والرابع المهمين عندنا اللي هو الموتور اكشن والجنريتر اكشن. والموتور اكشن راح احط هون تحتها ليفت هاند رول. والجنريتر اكشن اللي هي الرايت هاند. اذا كان عندي الموتور اكشن بقول اذا عندي كرنت كارينج واير في داخل ماجنتيك فيلد، اذا اي كرنت كارينج واير انسايد ايمرس مغمور في داخل ماجنتيك فلكس، راح احط انا هون بين قوسين كلمه density. ها تفهمين المهم مش الماجنتيك فلكس، المهم density شدتها. ماجنتيك فلكس density has a force induced. هذا السلك اللي بيحمل تيار راح يكون في فورس عليه، وهذا هو مبدا الموتور اكشن. واستعملنا الليفت هاند رول. هلا الليفت هاند رول نذكر حالنا ماجنتيك الكتريكال ميكانيكال. ماجنتيك هون الماجنتيك فلكس دنسيتي اتجاهها، بعمل كروس برودكت بينها وبين الكرنت اللي ماشي في هذا السلك. اذا عملت كروس برودكت بينهم راح يعطيني الفورس اللي بتنشا على هذا السلك. وعندي جنريتر اكشن بستخدم الرايت هاند رول. وبعدين عندي هون بتقول كوندكتر اي كوندكتر او واير موفي inside a magnetic flux has an electrical voltage، أو يمكن لصح نقول electromotive force. electromotive force induced in it. نستعمل الرايت هاند رول، والرايت هاند رول بيكون عندي ماجنتيك الكتريك والموشن. فعندي هي الماجنتيك فلكس دنسيتي موشن الحركه اللي بتحركها باتجاه الحركه، كروس برودكت بينهم بعطيني الاندوست اي ام اف. ولانه هو سورس راح يكون الاندوست اي ام اف بهذا الاتجاه بلس وماينس، بحيث انه الكرنت يطلع من البوزيتيف تيرمينال ويرجع من النيجاتيف تيرمينال. يعني هي احنا بنقول اذا هذا الاتجاه، هي هون الكوندكتر
واذا نشا عندي اي ام اف بهذا الاتجاه، انا عمالي بقول انه الاي ام اف راح ينشا باتجاه معين مش هيك؟ شو يعني راح ينشا اي ام اف بهذا الاتجاه؟ يعني راح يكون عندي بلس هون وماينس هون، والكرنت اللي راح يمشي بعدين راح يمشي بهذا الاتجاه، بحيث انه يطلع من البوزيتيف تيرمينال ويرجع يدخل، معناها هو ايش عماله بيعمل؟ عم بعطيني انرجي ل اللود الخارج. اوكي، واضح انه الانرجي عمالها، فهذا بزودني، فكانه عماله بقول انه هذا السلك تحول لبطاريه مش هيك؟ اوكي، لفولتج سورس لاي ام اف، هو عم بعطيني الهاي، والكرنت عماله بيطلع من البوزيتيف تيرمينال، فعماله هو بيرفع الانرجي تبعت الشحنات هاي، بتروح عمالها بتعمل شيء معين، بتمر في لود معين وبترجع من هون، ترجع الانرجي تبعتها نازله، ايش برد برجع بعمل؟ برفع الانرجي تبعتها، فالطاقه عم تيجي من هذا من هاي الاكشن اللي موجوده. اوكي، هدول الاربعه مبادئ الاساسيه.